أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا ومرشدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وهو القائل صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأسومن التاسع منه والعاشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة والسلام على آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كويز وتكوف وإسلام نهارني سكيا ترو يا ليو أريليو دي سكيا شينرا يوم ميزم تكوف ومحرم ميزيكم بدوشي لهناو أما ودو مانرو وأمها متكوفو maha washusila mtukuf ikawa wanrisa mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram, mwezi wa jajalia ama uja wanrisa mahaun maha wa 1442 hijra rangu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala wa Makka aina Madina taupara leo maha wa 1442 wandisa jima ikamba jima ya jana yoya vili yani vavole oma ischendra na uo doma izi mtukufu tsena rasa maizungo subhana huwa ta'ala harna umaha au tsa huwa au hirelzina amba shaharullahi al-muharram amba umaizu oma izi mungu mtukufu umaizi mtukufu na emezi pia ya he abuzu ajinasibisha nao na uo harna mwezi mtukufu wa Muharram rongo wa ama kaitso jua yaka amba uo ti Muharram maana mwezi ngu subhanahu wa ta'ala harna haki yao na utukufu wao ashkiza Qur'ani somao tasuki kiyama ito himao dei aya mwezi ngu subhanahu wa ta'ala ajali ya ike sura at-tawba na yu aya ya 36 ملات سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرنديا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هرني أين تكفوا ما يزنغ سبحانه وتعالى رمي أنبا إن عدة الشهور حقيقة حساب يميزي هرنا أما خوشو سلام توانجينا باتو سلام ندهو يو عند الله ملزم يزنغ عدد يميزي 12 شهراً ya mezi 12 fi kitabillah harna ilawhul mahfuz ya Allah subhanahu wa ta'ala yawma khalaqa Allah mezi 12 rangu mezi mungu aumba as-samawat zimbingu wal arda nashvande yansi maana kabla ya mbingu nashvande yansi vabu kafaka mezi wala jua kafaka uku wala mtsana idhan vao kavaka suku, kavaka mfumo, kavaka maizi, kavaka maha, kavaka siyekl. Basi maizi ngu subhanahu wa ta'ala, arambia mamin ha, harna maizi 12 arbaatun hurumun, vaminne vavo, izidu tukufu zaidi ya wanyao. Maizi ya sheo, maizlamu wabalizua harna maizi yo, ama waswanena makafir, wala wasfanye maasi, jafuka na maasi, ya balizwe mezi pia.
بعد ابو ميزو ارمبي امبا ذلك الدين القيم ذلك يزورا مانبيا نيزوفافو هاي عند ديوم بمانغا اون ميزيكوم ناميلي نوامين نمي توكوف الدين يودي حسابو القيم يو عند دي القيم يا كويلي يا لوشكا هاري نا وما هوش سلام مسparem tamba banyisan wa islam amambian ba vamaha mezi 11 au wa mezi 10 miraru harnamaha zontrambo wala yotidin alqayyim yodinian tambo be yosede usilam ama idinia jana mezi 12 idinia usilam yajarun wa mamizi subhanahu wa ta'ala aumbu mezi 12 الدين القيم يدي الديني يهيما سوا ندي الديني وسلم ني عدد ديو يدي عدد ديا كويلي نعم ميزن سبحانه وتعالى أجارا بيا ما فلا تظلموا فيهن أنفسكم بس مسذلوموا ونيو أمة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسذلوموا فيهن حرنا يميزيو منيو أنفسكم زي نفسي زانو با دام بلا فنيل وحرنا مزمين يو لود زيتو زايد زايدي يا دام بلا فنيل وحرنا مزوانجينا راهيتو مزواتوم وأما مزواتوم ودي سيد الشهور دي معنا أما راهيتو مزواتوم وهو مزيادونغ حرنا وتوكفو دي مزمين يو نعم بس ميزو سبحانه وتعالى أرمبيا ورنوزو أو رسميشا إميز مين نيو ديفي ريجوا جيجي قرآن كيفينوا بسيرتو يجوا جيجي بس فافو رسيجار دونغا ماني سوا حسوا رن رابو بو ملانغو ومتو أرنغو لهم سيد الأنامي والرسول الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرمبيه مزيني تريجو حشير حشير نفابو دي وقت أما رمو تاريجي رمبارم تومي محمد إشار بارا مملانغو جوال داغو لاهي أهنسي بواب سكرتير أرنغو لاو أبي بكراتا رضي الله عنه تسريجا ملز أبي بكر رضي الله عنه ريجا رسمان بيا ماري سمتحام تومي رين رمزي سسؤالا رتاير جوي مزمين مزم سبحانه وتعالى ايتو كوزا زايد زايدي حرنا ومها نعم أبي بكر رضي الله عنك ورسلي شحام تومي محمد صلى الله عليه وسلم ريجا تسر ديسال سؤالا يا رسول الله مالاتو أشكيزا آية ورمبيا يو بكاراجو ايميزي ريجا جرتاي ريجو ماتسنحاه إلاو حرني حانيه يا سيد الأنام وأما الجواب متومي صلى الله عليه وسلم أسرمبيا مباواي أتي وحرندا قولا سيري حرندا غرونغولو البرزخ ديفافو اسيرو ما كلو موجا حرناسي اوامبي وانياوي ايمسمي توكوفيني نو شهيد امجليزا دي ابي بكراتا ابي بكرا رونغوا ما ويا مدونغو متومي حرندا غولا فرحا اسجليزا نكا كلو موجا حرنا امون اوجيزو وانياوي ميزيو يدي ما انا وكاتوندي ناباري باحاتي أما وامدن جاو نمجدني مزيو هاي حنيانغو هاي مستري نتوما صلى الله عليه وسلم أملا جديايو أبي بكرتا أروصلي شيو مستري كتنا منين نتوما أسرون واما إن الزمان قد استدار أم حقيقة الدنيا حقيقة مايشا يوانا دم قد استدار دنيا سيزينغا موربول كهيئته نايو دي سورة يايو ميزنغا يوم بيزينغي
يوم خلق الله السماوات والأرض رانغو ميزمو أومبا زمبينغو نشفان ريانسي أجا فنين رونغو يرونغو لو الدنيا أيليش ماوي سيزينغا السنة أجيتي أمبا ماها 12 شهرا ونا ميزيكم نميلي منها أربعة حرم حرنايو ومن متكوفو ثلاث متواليات مرار يدونغمانا ذو القعدة مزيو تسيو مندارا بيو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات مرار يدونغمانا دوفي نوفي يا رسول الله الجواب رمبيا ذو القعدة دوما يزوى فيل وانفنغو وذو الحج نوما يزوى ججا ومحرم نوما يزمتكفو ومحرم انيكاو ديرو حديثو بل ورلوناو رعشو مناو يودي ميرار ورجب تمجرم بما وان تسيو كامي دو ميزو رجب ميزو ميوراجي مضارا اكاو ميزو بركة خير تروفو الذي بين جمادى وشعبان ميزي كاو اما وشانجيريوا وبين يوميزي وسمبوا نيبين يوميزي وددا ميزو تروموني فافو مرحبا 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 وكفانا جوابك يا رسول الله الجواب ليجا حرنيميزي متكفو دوميزي و ذلو انفنغو نميزي و ذو الهج نميزي و محرم و انشورا نميزي و رجب ميزي و ميراج نعم بسو تكفو اسلام نير توشي اما حرنا اوميز من نيو ميزو محرم ونروع انشيو تسيو وجاو فمو لذافو تسيو وجاو تكوزي وحرنا يعدديو بس ميزو سبحانه وتعالى معنى انشين تميزيني اي هيرا مايو محرم الجواب لذاب وكان بركة إني منغون ميميزي يكا حراميزي وانكونرو أما ميسلام ويباراميزييني وسوانين أما كافير هايشي وشيميزي واليشي تزنكونرو وسوسباندي يما ومانيون أما كافيري حرنانكونرو بسي ujo paruhana tena umezunu amba undo umezu wa handra wa umaha wa shusilam do umezu wa muharram basu wana nyangu wa islam harna umezu wa muharram irsambilu wa namnain amba tini yustahabu sawum sha'arullahi ilmuharram yovenzesa sunna mtu hufunga yustahabu yovenzesa zaidi saumu mtu hufunga shaharullahi almuharram umwezi wa mwezi Mungu unorongolao ama almuharram mwezi wa ashura mtu hufunge jeje pia yao kwa mbilo babo mba yustahabu saumu ashura kwambilo baba mba yustahabu sawmu tasu'a kwambilo mba ufunge sunna ufunge siku ya shenra na siku ya 10 yustahabu yovenzesa sawmu mtu ufunga shahrullahi umezwa mwezi Mungu almuharram urongolo muharram mwezi ashura wa hadha biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah alarba'a inni hawafikiana ya madhhabi ya fikhi manne
ma hu ya usilam ya madhhabi yayo ash-Shafi'i wal-Hanbali wal-Hanifi wal-Maliki madhhabi yayo yomane kavustadhahano amba kawafikiana na mnyawe mhufunga mwezi wa Ashura wumzima pia pia. Naam. Na imana bavo madhabia neka afikian leuka mavwa shahidi atosha ushahidi neuvi an Abi Hurairata رضي الله عنه قال حديث يرين وانا سيدنا أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه قال أرغم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أفضل الصيام بعد رمضان وبروات سمو بعد أمتو أفنغ وميزو رمضان شهر الله المحرم لوميزي وميزي مغو محرم ميزو عشورا كارونغو أمب أفضل الصيام بعد رمضان يوم عشورا أو يوم التاسعاء أو يوم التاسعاء وعشورا ولكن قال الحبيب المصطفى أرغو سيدنا الحبيب المصطفى المرتضى المجتبى المختار أرغو تيني أفضل الصيام وبرواتهم بعد رمضان بعد يوم زوى رمضان وانسيه شهر الله المحرم يوم زوى مونغو المحرم ميز وعشورا وكامل وأفضل الصلاة نوبور وزي الصلاة بعد الفريضة بعد وتكليزة الصبح ني الظهر العصر المغرب نالعشاء صلاة الليل لمترالي مبالاوكو أصوالي صلاة زا سنة نمنا أتشين راو المهم صلاة السنة كيسنا عيدا دي يين رما يين رفعانو بكتو جوا إنجيزا نشما كوسوا لي ركانة نه بيل بيل أيشوها كل ركان بيل بعد أبا بجا صل نويت رو ركان ترو ذكر ركانكم نموجا ده مهم أرغوا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى Mtaatso swali swala za huku, aswala raka mbili mbili, kula mbili, ashe uge, tabahana ato shindrao, azie, au kayo sunna, kwa mbilo wa iswala mbili kaito kiru, au nne kaito kiru, au sita kaito kiru, au vahano ato shindrao. Naam. Basi hadithinu wakana bereka, ivoshula na Abu Huraira, radhiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. إذن وتكوف إسلام الحديث سيو إيجا ثابت مثبوت أما متومك لغوا سوك مخصوص يوم إزواء عاشورا أما يوديتو جوي فونغوي حوس كتفو نيكا مذهب يومن يسرونغو أما يستحب صوم شهر المحرم يوفن زي سمتو فونغا وميزو مزيما wahadhi wantikao ambao dwarongo waomba yo nekamta mbilo mbilo amba afunge ndo mwezi 10 basi kame au mwezi 10 na mwezi 10 basi kame au mwezi 10 na mwezi 10 na mwezi 11 basi kame la hadithiani isha na Abu Huraira radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya hula wana na umezi kamil uweze ya shangiriwe hadithini na ya madhahibi al-aimmati al-arba'a naam idhanu watukufu wa islam ya hadithini
irahara ija na urahafu ija na mvenulio zaidi ama mtume sallallahu alayhi wasallam akamwengi baada ya ufunga wa mwezi wa Ramadhan mwezi wa kwa ufunga hawengi sharu shabana do mwezi wa mdejo do mwezi wa deza bai ikatini dia katsongeza hiyo kwezi waka sababu mbili sababu ya ndani la'allahu innama alima fadlahu fi akhir hayati wanazoni wa hadithi wa sarambia wanazoni wafanya jitihadi wa sarambia bala mtume sallallahu alayhi wa sallam mjidzio wa idini ya kuprogrese basi umezu anshura ija de zama za miso za maisha ya he na jajidzua zaidi zaidi na malatu utukufu wao maza ako jua kame hale na hale utukufu zaidi zaidi ya umezi wa Shaaban hufunga vavo wakana baraka wa ama ya ila ya vili laallahu yaaridhu fihi aadharun min safarin au maradhi vana wakati ya koka mamtuma sishu wa ntro tukufu wa umezi wa anshora bema nanti nkasifunga mara nyingi waharnao mana mara nyingi ya kumpara mba ima aharna misafara wa ima ya kumpara mba aharna maradhi tungu ya kumjalia mara nyingi nyingi kakupare bahati afunga hawengi zaidi zaidi umezi wa Muharram idhan wa tukufu wa Islam rambilwa utukufu wa umezi na huka yao ama mtu utsojua au funge pia yao na ikashindri afunge nusu yao na ikashindri afunge skuntaru na ikashindri wahakadha rasujula guwa yaum ashura makhsus wa yaum atasua isku ya kumi na isku ya shendra ya heo mwezi wa ashura na ikai yode mtu watu shino afunge basifwa dalili mpenuf es dalili mpenuf de kabla ya vavo maana vale wei dini irengwa ifanyilwa mabakia mabakia na magudi magudi vwai ahli sunnati wal jamaa wanu wa shangiri wao na ya madhahiba al arbaa de vavo wani ari wao ahli sunnati tu washangiri wao na maimamu wengine mengoni mwa maimamu wao de Sheikh Ibn Baz radhiyallahu anhu wa rahmahullahu rahmatan wasi'a Ibn Baz aisha wakataf adziswa harne fatwa yahe adziswa ma mata yabda'u siyam shaharil muharrami au siyame ashura yuandisa wakatantin ihufunga umezi wa Muharram au isuki ya ashura hal yabda'u fi awali Muharramin au fi wasatihi au fi akhiri Sheikh Ibn Baz adiswate namba hal yuandisa rangu manroni tujofunga manron au de harhari au de mison وكم عدد صيامه ثم غادي لازم تفوا هر نوم ايزي ومحرم معنى اكهودي سال سؤالا ميزونغ متكوزا ارونغو حميس والسؤال له اكمانجيش يا شيخ ابن باز اما بيان بلي انني سمعت ان صيام عاشوراء يبدا في واحد محرم الى عشر محرم معنى تكيا اما هفونغيت سمي عاشوراء mtu andrisa rangu mwezi vonsi manroni atampaka siku ya 10 mtazia babu el jawabu Ibn Baz aka hujib rahmahullah arongwatin arongwamba yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama arongwa sayyidina Muhammad rahimana amanu sunmai afdhalu siyam ba'da ramadhan وبورا واتسم بعد رمضان شهر الله المحرم
ديو ميزو ميزمغو ميزو عاشورا وهو عاشورا نو ديو ميزو عاشورا والمعنى نيمانا بافو انه يصومه كله ديو كاما بافو mtu aufunge pia yao min awalihi ila akhirihi rangumanron hao tamison hao min awali yaumin minhu mtu afunge rangusiki ya handa yao ila nihayatihi atapare umison hayo hadha maana alhadith iyo dei maana ya hadithi ya mtume arongoa أما أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم ابن بازي أي رجيا موردينمنا ركايا لذا حرنا ومانرو ركولا وني درس يتيليو ولكن يخص منه ب ابن بازي جبتينا ب أخصي شمت من محمد حرنا وميزو يوم التاسع ويوم التاسع والعاشر إسكي أشينرا نسكيكم زيزو مخصوص أو العاشر والهادي عشر أو إسكيكمي نسكيكمي نموشا متو ما أزلقوا تسينا إما وفنغ إسكي أشينرا نيكم أو إسكيكم نيكم نموشا لمن لم يسمه كله لمن لم يسمه كله حمتيكاو واي كاتو شينرا أو فنغ بيا liman lam yasumhu kullahu de ule mtu katoshinda au funga pia au engeza radha na siku mbili baba atofunga mwezi shenda na 10 au mwezi 10 na mwezi 11 naam fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama maana sayyidina muhammad kana yasuma ashura fil jahiliya aka kufunga siku ya 10 wekewa hiyo harna ushinga wakana tasumuhu quraishun na makuraish wa makka wakufunga mwezi huo ragma mawaka kama islam na wao wakufunga falamma qadima almadinata alayhi afdalu salat wa azka taslim wakat sayyidina muhammad أوصل لدقل مدينة تكف المنورة وجد اليهود يسومون أشياء بارا مجيف ما يهودي واسفنغ السكي عشورة لتسين فسألهم عن ذلك فقالوا وكتاواد زي سامة فوانت ما يسلم بس مسفنغ ليو تغنطين دزايجير ومن بيانب إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه إنسكيكاو أما مزمغ سبحانه وتعالى أفكيش سيدنا موسى نيقوم يا سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام أفكيش وأهلك فرعون وقومه بأغميز عضي إملعون مجبابير وبيو فرعون لعنة الله عليه بين قومه يكم تباعي إذن ذا فصامه شكرا لله سيدنا موسى أو فنغ لن كلمة لما يود واجب ومتوم أو فنغ سيدنا موسى شكرا لله هم فشي مرحبا ميزي مغو سبحانه وتعالى نهو الدوسة ميزي مغو سبحانه وتعالى نهو مشكورية ميزي مغو سبحانه وتعالى حيث أنفكيشا ونحن نسومه ذو اسم يهودي إذو مجوعو ما موسى أولو ميهودي نيمانا ويم إسرائيليين مورد واسي رسفونغ وجاو فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكتو سيدنا محمد الرسول الأمين القائد الجا القائد الكريم والرسول الأمين الصادق المصدوق أرمبيا تيني أرمبيا سيما أوجب نحن أحق وأولى بموسى منكم واسو إسلام واسد بوروات سنة رستحق رمتكوز موسى رمتيبي
Rishenke zentrongwa ikawede aifanya. Jeri ifanya baanda ya wai. Baanda ya bavo. Faswamahu. Afungu tena imu. Afungu isu kiyashura. Baanda akwe funga Makka. Vaja Madina ajai kontinye. Wa amara bisiyami. Amurisha na wa Islamu. Ama wefunge. Fasunnatu. Basi ilo sunna. An yuswama hadha liyawum. Deva hufungwa. De hufungwa. Harna isuku ini. Yawumu ashura. Nede isuku ya ashura. Iyo sunna wekewa iyo. Ifungwe. Wa sunna. Sheikh Ibn Baz. Asrungwa mana ilo sunna tena. An yuswama kablahu yawum. Deva hufungwa suku. Avant. Ya mwezi kumi ya Ashura, yani mwezi shenda ifungwa, au baada huu yaum, au baada, mtu afunge tena siku moja, soit avant, soit après, ya Ashura, mtu afunge siku moja tena. Lima ruwiya anhu, alayhi salatu wassalam, hahadithi, yarjilia na Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, arungwatini sumu yawman qablahu namfunge siku moja kabla rasai ashura kayaja wa yawman ba'dahu nasku moja baada ya ashura yavira yule imana vlua nadam warungwa bawao vavo wasifunga rangu shendra kumi na kumna moja maurdi halaraka mambanyo harna idarsi ya tu sabikan sihali vavo. نعم وفي حديث آخر ابن باز رحمه الله أسرم بيتنا حديث ينجي نمتما أي رنغو أمبام تما رنغو نمنين أما لإن عشت إلى قابل نيكات سباكي تسبرا عشورة ينجي نيشاو لأسومن التاسعة نصفنغام الشينرا weka paro zofunga ishenra, akufunga de ashura wekewa yo, baleo arifa maulama, hadahumullah, wasurungwa de ashura ini, na ikamtu kafunga itasua leo, bara afungu de ashura, arika isirengwa, arimtuwa boru alishe subhanallah, bafafu mtumene, akufunga de ashura weke, vavu hafundu wastamjibu mtumemba, bora jela kalishi basi ilo sunna li mtu ufunga isuku ya ashura ya dunga bavo li mtu ufunga itasua na ya ashura basi lima na Sheikh Ibn Baz arambia mbafa huwa alafdhal mtu ukamba afunge isuku ya shenra na isuku ya kumi yode bora an yuswama alashir bora mtafunge siku ya 10 fa hadha huwa alafdhal nayde bora kabisa an yusama alashir yufungwa siku ya 10 li'annahu yawmun 'azim mana wekewa yo yuskun tukufu zaidi zaidi hasala fihi alkhairu alazim husila fihi alkhairu alazim zo parhana harna siku yo khairi nyingi kabisa kabisa. Na hiyo siku ikao amba paruhani ha khairi nyingi na victoire bole li Musa alayhi salatu wassalam walil muslimin. Rangu Sayyidina Musa avukishwa na albala Firaun na maislamu wakanawaye wavukishwa na albala Firaun. Wasamahu nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Na iye suku iyo weke aifungu mtume watu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fanahnu nasumuhu nabavu wasne karsifunga arsifunga taasiyan binabijina alayhi salatu wa sallam hahuma kumpanye mtume watu rehema na amani julahe wa amalan bima sharaa alayhi salatu wa sallam na hudumia ishari ya diniyo, aikao, aja, arvayo,
artilie nziani alayhi salatu wassalam. Wanasumu mahu yauman kabla. Rito jua, namna Ibn Baz arambiao. Rito jua, rifunge suku. Kabla yayo, au yauman baada huu, au suku baada yayo. Maana chini, ena faida chini. Mukhalifan lil yahudi khalas. Dehendra kinyume tu na mayahudi bas. Deka iska mayo farudhi. Dehufanya difference. Baina yahu na jif. Hauka jif taleo wa ufunga siku hiyo. Wal afdhal beibora pia. Atasia wal ashir. Ibn Baz asrongo ambade mtu ufunga maishendra na maiskum. لأن مانتيني لحديث هاي حديث متمارون وملا إن عشت إلى قابل لأسومن التاسع منه والعاشر أما متمارون وملا كاتس عنشي تسبرا مزوان شورا وجاو وأما كانشي مزوان مرنجي قبل نوامين صفونغا إسكيا شندرا نسكيا كوم فلأن فلئن صام العاشر والهادي عشر ابن باز اسرامبيا مجل ما ندم اكفونغا نوايا الاسلام اسكيا كومي نسكيا كوم نموشا يعني دي مفومو فيلي يمولو يميسو يعني نانا مفومو رارو او صام الثلاثة او جلم تو اكفونغا سكوزون تارو افونغو ليون فومانس Na meso mfumo vili mwezi kum. Na bada meso mfumo raro mwezi kum na moja. Fakulluhu hasanun. Izo pia ibada njema manadam aifanya. Mana mwezi ngasuru watin. Wama takarraba ilaya abdi bin nawafili hata uhibbahu. Walawa ikansengeli ya karibu. Kaja proshe nawami mruma wangu. Hahufanya sunna nyingi. Illa wa mumvenza zaidi. Kula mwengeza iswala za sunna. Wa mumvenza. Kula mwengeza sumu za sunna. Wa mumvenza. Kula mwengeza zistighfar na stahalil na zivikri na stasbihi. Wa mumvenza zaidi. Naam. Bas Ibn Baz. Asram biya tenetin. Fa inswama tasia wal ashira wal hadi ashara. Kulluhu tayyibun. Na ikamtoa fungu mwezi shendra, mwezi kumi na kumi na moja, izo pia ntungo njema, mzuzuri zaidi, mbelza mwezi mungu subhanahu wa ta'ala. Wafihi, mukhalifatun lili Yahud, na bavo iyo, una difference mkuu, baina yao na baina ya mayahudi. Fa insoma shahara kulla, Ibn Baz, Asrongo wa nahika. Montu. Afungu mwezi wa mzima pia. Fahuwa afdhal. Naam. Insifanya diskur direct. Arongo fahuwa afdhal. Naam. Na ikamta afungu mwezi pia. Yode ibora. Tsena de ibora. Ewa. Na yode ibora. Unu manashon. Wa alisunna. Tu rimambiani ya madhhabi ya manne ali sunna wal jamaa rimambiani ali sunna tu kasna vahuvira mtu avinga malezo mafukara malezo ya shuskini malezo kayapangiha harna din kayapangiha harna dhamana kayapangiha harna sunna kayapangiha harna kitab kayapangiha harna qiyas al-ulama kayapangiha harna jumhur al-ulama kayapangiha harna tawfiq al-ulama idhan wa kana baraka idarsi ya leo darsi kao ikai shingiha khasatan nibavo na yeka pirma darsi ya fikhi bas hawuja ritali ya mashakil ya fitna ya vingwa marengwen ataleo yevavo idini mauri kula mtu atojua pange
أرنغوي حلاونا مصلحة إذن كفوس مشكل حرنمان دم إسلام أو مزوان شوراون نيكا أفنغو مزمون سي تابا كمزيكم أزيا يونجيما نيكا كاكا أفنغا سجوان دي سفاسا يونجيما نيكا سجوان دي سدكم لاويسا يونجيما أما Vasuku kama yoburara na nyawe pia de yaumu ashura yaumu ashura yode mezi kum basi maurde namna akamba ya madhhab ash-Shafi'i yasrongo amba ashura huwa liyaumu al-ashir min al-Muharram ashura yode sukia kumi ya umezu wa Muharram. Watasua na rairongwa tasua uhuwa liya umutasi amin. Yode sukia shendra ya umezu wa Muharram. Uhadha madhabuna ya madhab Shafi'i. Yasurongwa maiyo deinamna madhabi ya tuyelewa izinrongo izo. Wabihi kala jumhuru ulama na yodo vamoja pia kungamanyo. La mafukaha pia maulama lihaina mnaiyo. Waktukufu Islam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, arungwa ziliva za thubuti, za thibitishika, harna mtikao, amade afunga, isku ya ashura wekewa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakat ajisiwa, amba ebavan, Mtu afunga mwezi wa Ashura, isuki Ashura, mtu aspiranting. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, arungwa mba ahtasibuhu, yukafiru sanata al-mavia, au as-sanata al-jari. Nismambian, na hui hasibu maitsumoja iyo, yoka sababu, ivangwa ya madhambi ya umahapia wa vira, au mahaunulio ankur wenrao. Imana, Ashura wekewayo, inivabu hawa ntu watawezi emesifungwa tena, mana mkinu waja para mtumwa wangina, au wana dini yao yangina watavinge wanadamu, bila huwa venuliayo, mtuma surungwa mbesiku ya Ashura wekewayo, yo vangua madhambi ya maha kamil, neka doma hawa vira, au doma hawa wenrao, sabu yo vangua madhambi ya maha kamil. In hadithi ya voshola na Abi Qatada marfu'an. Amba mtume sallallahu alayhi wa sallam arungwa amba wasiyami yao maashura na hufungai suki ya ashura suki ya kumi weke ahtasibu nisihasibu ala Allahi mbelzame zimgu anyukafira sanata alati kabla. Ama iyo vangwa ya madhambi ya umahawavira pia na mfunge siku iyo wala mtaske na hamu wala taradudi itsoka oyonsi pia be iyo ithubuti na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Idhan watukufu Islam, karaka na nyengi sahambiana wala karaka na maudhu nyengi na ikasde huja rilagwea ya umashura na hutaharwane na baadhi za fitna, mazazandri sa zingiao, na mtuma karambi ya mamisoni maidunia, ifitna itsojua idungane, maur maluja ya baharin, mtu aketa atoka borara na wahima, wahima atoka borara na enrao, waenrao haimi enrao atoka borara na pashia, wahakatha, yaani, setu kwa ifitna isha, ubala makio, uhafadhi zuazpara, na maula mayavira, ubaya makio na izimpia zasha, basi mtuo deboro hama izimungu, tena deboro hamungu, tena deboro hamungu, maizungu na arjalie, wa manruwa wakede wasi insha Allah, wala riske wa vili wala wararu, yani riske, harna wa wahima wendra wa harna ifitna, awa wa ipashia magaru wa izungu hawa ifitna, awa wa pashia avion, wazungu hawa ifitna, maizungu arjalie, mwezi unu na umaha mtukufu mvia unu uke maha wabahati, maha waraha, maha wanafasi. Mwala tusuhumia kula avinga fitna. Afitini uslamu.
afitini ya maislamu, hasaba witsokao, atsungujua ya maislamu, adhalilisha ya maislamu na usilamu, walatu suhumia alaika bihim. Allahumma mazikuhum kulla mumazakin, wadamirhum tadmira, wadhalilhum tadhlila, wasabbi alayhim al-azaba sabba, wasallit alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل واجعلهم كعصف ماكول برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من شر هذه الدار ومن شر تلك الدار. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كذب وإيمانا ليس بعده نفاق يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رزقا طالبا غير مطلوب، غالبا غير مغلوب. اللهم يا ربنا ورب كل شيء، ارحم علماءنا، اللهم ارحم علماءنا، اللهم ارحم علماءنا. اللهم يا ربنا من علمنا حرفا واحدا في دينك يا أكرم الأكرمين وقد سبقنا إليك يا أكرم الأكرمين، فاغفر له وارحمه ووسع له مدخله وثقل ميزانه بالخير ولقه برحمتك ونكه من عذابك وجف التراب عن جنبيه. اللهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم احشر علماء المسلمين الذين قد سبقونا إليك مع النبيين. اللهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم وارحمهم وجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وارحمهم يا مولانا في ذكر اللحود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. واجعلهم من أصحاب اليمين وقل لهم عند باب الجنة تبتم فادخلوها خالدين مع النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين والصادقين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا وبارك لنا فيه ونسألك عيشة هنية ونسألك عيشة هنيئة. اللهم ارض عنا، اللهم كفر ذنوبنا وامحو عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين بجودك وكرمك يا ذا الجود والكرم. ونسألك رزقا طالبا غير مطلوب، غالبا غير مغلوب برحمتك يا أكرم الأكرمين. ونعوذ بك من النقصة في الأمور كلها، ونسألك البحث في الأمور كلها. وأصلح لنا أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجوارنا وأقاربنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على حبيبك المصطفى ورسولك المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.